انه العرض شغال الان. يعطيك العافيه دكتور ايمن، انا بس الان سويت ريكورد للجلسه ان شاء الله. اوكي الامور تمام الان استاذ محمد؟ اتوكل على الله، الان 11:30، احنا عشان ما ناخر الناس لانه ورشتنا يعني قصيره نصف ساعه، فربنا يسهل الامور ان شاء الله. توكل على الله. صورتي واضحة؟ نعم نعم واضح. نعم واضح. ما شاء الله عليك. طيب أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجميل بإذن الله. يعني سنتكلم في هذا الوقت المحدود نوعا ما عن السعادة والصحة النفسية Mental Health and Wellbeing. سأكون معكم أنا الدكتور أيمن البستنجي، اختصاصي تدريب العلوم في وزارة التربية والتعليم. في هذا اللقاء سنتكلم بإذن الله عن مفهوم الصحة ومفهوم السعادة، الصحة النفسية والسعادة. نستطلع مقومات وأسباب الحياة السعيدة، نرى العلاقة ما بين الصحة النفسية والصحة البدنية، نرى الأبحاث، بعض الأبحاث اللي بتتكلم عن العلاقة أيضاً ما بين الصحة النفسية والصحة الجسدية وأثر مساعدة الآخرين وعمل الخير. نناقش بعض النقاط حول سبل الحصول على صحة نفسية وعقلية جيدة وكيفية المحافظة عليها لفترة زمنية أطول. بداية خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو، بس أتأكد من إنه الصوت إن شاء الله يكون بسم الله. حاول العلماء قياسها وآلاف المنتجات وعدت بها، وعدد لا يحصى من البشر نساء ورجالا عبر التاريخ قضوا حياتهم في البحث عنها. السعادة. أغلب الفلاسفة والمؤرخين القدماء رجحوا أن السعادة حظ، فكان المحظوظ هو السعيد. لذلك كلمة سعادة مرادفة للحظ في عدة لغات، حتى في العربية. أصل سعادة سعدة، ومعناها اليمن، وهي ناقض النحس. ولكن سقراط جادل أن السعادة يمكن اقتناؤها من خلال الجهد البشري، أي أن أي منا يمكن أن يكون سعيدا. وتتالى الفلاسفة بتعاريفهم، فهناك من قال السعادة هي معرفة الخير والشر، ورأى آخر أن السعادة تعتمد على استخدام الإنسان لعقله وأفكاره ومنطقه، وهناك من حدد أن السعادة فن اختيار المتع التي لا تضر الإنسان ولا تضر غيره، وتؤدي إلى نمائه الروحي والجسدي والاجتماعي. لاحقاً في القرن 17 بدأت الحكومات بالسعي إلى إسعاد شعوبها، وفي آخر 30 سنة ظهر علم السعادة، السيكولوجيا الإيجابية، وأصبحت تدرس في أكبر الجامعات. فجامعة هارفارد تعطي دروساً في السعادة وكيفية العيش بهناء ورضا عن الذات، وتم إقامة مراكز لدراسة السعادة تجمع بيانات وتجري بحوثاً من جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذه الكمية الهائلة من البيانات اتضح أن أكثر من ثلثي الناس في معظم العينات يعتبرون أنفسهم فوق المتوسط في السعادة. إذن يمكن القول بأن الأصل أن يكون الإنسان سعيداً، ولكن ظروف الحياة المختلفة التي لا نستطيع التحكم فيها قد تؤثر على سعادتنا. وبين العلم طرقا مختلفة تزيد من معدلات السعادة، فممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة تؤثر على المزاج إيجابا لمدة 12 ساعة، وقضاء 6 ساعات مع الأصدقاء أو الأسرة يضاعف إحساس السعادة 12 مرة. ووجدت دراسة أخرى أن الشعور بالروحانية كوجود قيمة ومعنى للحياة يزيد من السعادة. وهكذا فقد أثبت العلم اليوم كلام سقراط بأن السعادة ليست حظا بل خيارا بين يديك، فاختر أن تكون سعيدا. إذن مثل ما شفنا في هذا الفيديو القصير، السعادة
أقصى ما يسعى إلى كل إنسان. السعادة هي الغاية التي يسعى إليها كل إنسان. عرفها الكثير من علماء النفس على أنها الشعور الذاتي بالرضا والرفاه. طبعاً إذا كانت هي الغاية التي يسعى إليها كل إنسان، فبالتالي لابد أن كل إنسان يحاول أن يتعرف إلى الأساليب والطرق التي تحقق له هذه السعادة. خلال هذا الجزء البسيط إن شاء الله رح نتعرف على بعض الممارسات أو السلوكات اللي ممكن تحقق عند الإنسان الشعور بالسعادة، سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد. السعادة هي مزيج من الشعور بالرضا عن الحياة وتغليب المشاعر الإيجابية على المشاعر السلبية. إذن نحن نملك أن نتحكم. جلست طلع حسن. إذا سمحتوا ميوت والله. أوكي. فهي مزيج من الشعور بالرضا عن الحياة التي يعيشها الإنسان وقدرة الإنسان على تغليب المشاعر الإيجابية على المشاعر السلبية. أي إنسان منا، مثل ما كنا نتكلم قبل بدء الفيديو، إنه أي إنسان يتعرض في حياته إلى مواقف إيجابية ومواقف سلبية، ظروف إيجابية وظروف غير إيجابية، ظروف سعادة وظروف غير سعادة، فأحياناً نحن نملك مقدرة إلى حد ما في تغليب قدرتنا على الانصياع لهذه المشاعر، الاستجابة لهذه المشاعر. فطبعاً يتفاوت الناس في مقدرتهم على الاستجابة لتأثير المشاعر الإيجابية والمشاعر السلبية بنفس المقدار. تفسر الفروق في السعادة في الدول الغنية بالفرق في الصحة النفسية والجسدية، فلا ترتبط بالدخل بالإنكم بقدر ما ترتبط بالحالة النفسية للأفراد والحالة الجسدية والعلاقات الشخصية ما بين الشخص والآخرين. فالحالة النفسية والحالة الجسدية والعلاقات الشخصية تلعب دور أكبر في تشكيل السعادة وفي التأثير على السعادة أكثر من أثر الدخل والراتب على الإنسان. عادة ما يتمتع الأشخاص السعداء بصحة أفضل ويعيشون عمر أطول. ربما يسأل البعض سؤال إنه ما العلاقة ما بين الحالة النفسية وطول العمر؟ طبعاً الدراسات تثبت إنه في الحالات السعادة مثل ما كنا نتكلم قبل قليل تزداد إفراز هرمونات السعادة وهي الدوبامين والسيروتونين وإفراز هذين الهرمونين يؤثر بشكل عالي جدا على عمل الدماغ وأيضا على عمل معظم أجهزة الجسم. وبالمقابل عندما يعيش الإنسان بحالة نفسية غير سعيدة ويكون إفراز هرمون الأدرينالين عالي وهرمون السيروتونين، هرمون الأدرينالين إذا أفرز في الدم لفترات زمنية طويلة من أكثر الأسباب حدوث مرض السكري هو ارتفاع نسبة الأدرينالين في الدم. في الحالات النفسية خلينا نحكي نسميها حالات غير الحسنة، حالات الحزن، حالات الخوف، حالات القلق الشديد التي تستمر لفترات زمنية طويلة، يبقى مستوى الأدرينالين في الدم مستوى عالي، وبالتالي يبدأ هذا الهرمون بالتأثير على أعضاء الجسم وعلى كفائتها في العمل. ومثل ما ذكرنا من أول الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان نتيجة لذلك هو مرض السكري. فالسعداء أكثر نجاح وقد يكونوا أكثر ثراء ويحققوا إنتاجية أعلى في العمل ويكونوا أكثر إثارا لغيرهم من الأشخاص غير السعداء. بعد أن تكلمنا عن السعادة ومفهوم السعادة، ترتبط السعادة بالحالة النفسية، وهناك مجموعة من الحقائق يجب أن نقرأها ونتعرف عليها عن الصحة النفسية
الصحة النفسية ليست مجرد انعدام أمراض نفسية، لا، الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان، فلا تكتمل الصحة العامة للإنسان الصحة البدنية بشكل عام بدون الصحة النفسية. أي حالة من حالات القلق التي يعتريها الإنسان أو الخوف أو الحزن تؤثر على عمل جسم الإنسان بشكل كامل، تؤثر على معظم أجهزة الجسم. أول الأجهزة التي تتأثر بتأثر الحالة النفسية هو الجهاز العصبي. طبعاً الجهاز العصبي هو الجهاز الرئيسي اللي المسيطر على كل أجهزة الجسم وأعضاء الجسم. الجهاز الآخر الذي يتأثر أيضاً بالحالة النفسية هو الجهاز الدوري الدموي. الجهاز الثالث هو الجهاز الهرموني، فبالتالي كل أجهزة الجسم مرتبطة بالجهاز العصبي وبالجهاز الدوري الدموي وأيضاً مرتبطة بالجهاز الهرموني. فاختلال بسيط في الحالة النفسية للإنسان يؤثر على كل أعضاء جسم الإنسان وعلى كل الأجهزة. الصحة النفسية للإنسان تتأثر أيضاً بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية والبيئية، وهذا الشيء يعني بالتالي الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الظروف المحيطة به، الظروف الخارجية يتأثر بها، لكن طبعاً أيضاً درجة تأثر الناس بالظروف والمتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية متفاوتة. في ناس بتكون درجة استجابتهم عالية جداً، لكن هناك بعض الناس بتكون يعني درجة تأثرهم أو درجة التغير في حالتهم النفسية وبالتالي حالتهم الجسدية بتكون أقل. طبعاً ثبت علمياً. سؤال تفضل. أولاً يعطيك العافية ما قصرت. في أريد أن أستفسر على سؤال، يعني حينما أكلف بشيء أشعر يعني بالتوتر والقلق مع أني أجيد هذا الشيء، يعني حينما مثلا مدير المدرسة أو شيء يكلفني بأمر أشعر بالقلق الشديد وقلة النوم، يعني حتى أتم أو أمضي في هذا الأمر وأرى شيء أمامي أشعر بالارتياح. شكرا. نعم. الحالة التي تتكلم عنها هي يعني حالة الاسترس أو التوتر، هي حالة يعني ممكن تشبيهها بملح الطعام. لا تستطيع أن تتناول أي طعام بدون ملح، لكن زيادة كمية الملح عن حد معين تفسد الطعام. وجود التوتر الذي تكلمت عن شيء إيجابي هو المحفز الذي يدفع الإنسان للاهتمام والعمل. عندما يكون عندي على سبيل المثال محاضرة أو فعالية مثلا سألقيها أمام عدد من الأشخاص على سبيل المثال مثل هذا الجلسة اللي احنا فيها الآن، إذا لم يكن عندي درجة من التوتر ودرجة من القلق درجة مقبولة فلن أهتم بهذا الموضوع ولن أحضر له، فبالتالي سيكون السلوك يعني الحالة السائدة هي حالة اللامبالاة، وهذا بالتأكيد سيؤثر بشكل سلبي على العمل والناتج النهائي. لكن وجود القلق بحد معين هو الذي سيدفعني إلى الاهتمام والتحضير وبالتالي النجاح، لكن إذا زاد مقدار التوتر عن حد معين سيؤثر بشكل سلبي على قدرتي على العمل، قدرتي على التركيز، ثقتي بنفسي راح تنعدم، قدرتي على التركيز فيفسد العمل. فبالتالي وجود كمية من التوتر شيء إيجابي، شيء مطلوب إلى حد ما، مقدار وسط، أقل منه سيصبح الإنسان لا مبالي، وأكثر منه سيفقد الإنسان قدرته على الانتباه والتركيز وثقته بنفسه، فبالتالي كفاءته في العمل ستكون يعني أقل بشكل كبير. دكتور أيمن. شكرا دكتور، بارك الله فيك. دكتور أيمن. تفضل دكتور مصعب. سعد أنا مستمتع جدا لأن أنا بعتبرك الملهم الصحي لي ومش كثير بمشي عن نصايحك، ولكن استمتع من نصايحك. الله يحفظك. الله يحفظك يا دكتور. كيف ممكن أنا أضع لنفسي معايير فيما يتعلق بالتوتر؟ لأنه هل التوتر بيمشي بنفس الدرجة علي وعليك وعلى غيرنا؟ يعني هل التوتر له معيار عام ولا في معيار خاص إلي مختلف عنك مختلف عن شخص آخر؟ وشكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. شكرا دكتور مصعب.
يعني صدقا الحديث في موضوع التوتر والاسترس وأثره على الحالة النفسية وقدرة الإنسان على العمل الحديث طويل فيه، لكن بس يعني باختصار الناس متفاوتون في درجة استثارتهم. يعني قد يكون نفس الحدث أو نفس الموقف يتعرض له أيمن ويتعرض له الدكتور مصعب، بجوز درجة التوتر التي يعني تعتري أيمن ممكن تكون أكثر من التوتر اللي يشعر فيه الدكتور مصعب. الناس متفاوتين، استجاباتهم الهرمونية متفاوتة، في عوامل كثير بتأثر بصراحة في 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 درجة التوتر. لكن يعني من الأشياء المثبتة علميا في علم الأعصاب أنه كل ما كان الإنسان عمره أكبر درجة تأثره بالمتغيرات والعوامل بتكون أقل، فدرجة توتره بتكون أقل. يعني فالناس متفاوتين. الحالة الصحية أيضا بتلعب دور، عوامل متعددة، يعني حتى الحالة يعني الحالة الثقافية خلينا نحكيها أو مستوى معرفة الشخص وثقافته وثقته بنفسه أيضا بتأثر في درجة يعني تأثر الإنسان وبالتالي درجة توتره بسبب المتغيرات المختلفة. طيب الحالة النفسية بس مثل إذا حبيت أضيف شغلي بس هون، يعني اللي هو البراكتسينج للموضوع اللي صار، يعني نطلب منه قد ما كان في عنده براكتسينج قد ما كان التوتر عنده أقل لأنه كان عنده إكسبيرمنت بالموضوع هذا. بس إذا كان الشغل جديد أول مرة قد ما يكون البريبريشن تاعه يكون جيد فبكون بينه وبين نفسه راضي على اللي عمله وعلى بكون إنه التوتر تاعه بيقدر يسيطر عليه. صحيح، أشكرك فعلا. يعني ممارسة الإنسان لنفس العمل أكثر من مرة بتزيد من ثقة الإنسان بنفسه، فبالتالي العلاقة ما بين الثقة والتوتر بتكون علاقة عكسية. كل ما كانت ثقة بنفسي أعلى درجة توتري ودرجة تأثري واستجابتي بتكون أقل. الصحة النفسية جزء لا يتجزأ مثل ما ذكرنا من الصحة العامة للإنسان، وبهذا الصدد ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أنه الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا. إذن لا تكتمل الصحة بالصحة البدنية فقط، إذا كانت الصحة النفسية أو العقلية أو الحالة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان غير سليمة، لا تكتمل الصحة إلا باكتمال الأضلاع الثلاثة للمثلث: الصحة البدنية والصحة العقلية والصحة الاجتماعية. طبعا معنى الصحة ليس مجرد انعدام المرض، قد يكون الإنسان خالي من الأمراض لكنه ليس في حالة صحية جيدة. لماذا؟ بسبب وجود إما مشكلة نفسية أو مشكلة اجتماعية تؤثر على 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 على, على يعني على حياة الإنسان وبالتالي قدرته على التفكير وعلى اتخاذ القرار. طبعا بناء على هذا التعريف منظمة الصحة العالمية تتجاوز مفهوم الاضطرابات، يعني انه الصحة النفسية حسب تعريف منظمة الصحة العالمية هي اكثر من مجرد اضطرابات. الصحة تتجاوز غياب الأمراض، ليس فقط غياب المرض معناه الصحة، لا، يجب أن يكون الإنسان بحالة نفسية جيدة أو بحالة صحية جيدة أو بحالة عقلية أو ذهنية جيدة حتى يكون صحته بشكل عام جيدة. أتوقع أنه نفس الشيء بينطبق على الإنسان اللي بيكون مريض، أوكي، وإذا كان واهم نفسه انه هو بده مثلا يموت وحتى لو ايش ما اعطيته العلاج بضله انه وهم نفسه فصحته ما بصراحة تتحسن. اشكرك. نعم، الوهن والقلق والخوف هاي من اشد الاسباب المرضيه. يعني هي بدايه الشعور بالمرض النفسي وبالتالي بدايه شعوره بالوهن الجسدي، يعني ستؤثر على حالته النفسيه وايضا ستؤثر على حالته الجسديه. إذن فالصحة النفسية بناء على ذلك هي عبارة عن العافية التي يمكن للفرد فيها أن يكرس قدراته والمواهب التي وهبها الله له، وبالتالي امتلاك قدرة على التكيف وقدرة على التعامل مع الظروف الخارجية المحيطة به وضغوط العمل بكل تفاني وبكل فاعلية، وبالتالي يكون شخص منتج ومثمر وعضو فاعل في المجتمع. فموضوع الصحة النفسية هو ركن مهم جدا، مثلما
سلامة القلب والجهاز الدوري الدموي والجهاز العصبي مهم جدا. أيضا الصحة النفسية للإنسان مهم جدا، لا تكتمل صحة الإنسان وعافيته إلا باكتمال الصحة النفسية. الحياة السعيدة، لا شك أنه كلنا نسعى ونتمنى أن نصل إلى الحياة السعيدة أو الرفاه، لكن الآن لو سألت سؤال كيف تكون الحياة سعيدة؟ ما هي الأسباب أو المقومات التي تجعل الحياة سعيدة؟ أتوقع إذا كان متقبل لكل شيء، يعني راضي بكل اللي حواليه وباسط حاله فيه، أتوقع أنه هاي راح يوصل ذروة السعادة تاعته، وما يطلع على شيء ثاني غيره. يعني هاي أهم شيء. يعني جميل. فينا أنا عم بقرأ بعض التعليقات أنه وجود الصحة وجود المال، ممكن وجود المال يكون سبب سعادة، وممكن وجود المال ما يكون سبب سعادة، يعني مش دائما العلاقة الطردية. دكتور أيمن، أعتقد السعادة في قيمة الأشياء مش في الأشياء، يعني أنت مش بالشيء اللي بتمتلكه، وإنما بطريقة تعاملك مع الشيء. أنا عندي مال ولكن مش سعيد، ولكن تصرفي أو طريقة تصرفي في المال، توظيف المال هو جزء من نحن السعادة. نعم. لأنه المال وحده ما بيشتري السعادة. أحسن. ولكن طريقة تعاملي مع المال هو ممكن يسعدني. جميل جدا. والكلام اللي حضرتك تتفضل فيه راح يقودنا الآن حتى نتكلم عن يعني أحد أهم أسباب السعادة أو الحياة السعيدة. وسيلة وليس إيش السعادة. وسيلة للسعادة ولكن ليس السعادة. إملاك المال شيء يعني شيء رائع. المال يحل المشكلات، يجلب الراحة لكنه لا يجلب سعادة. هذا بيعتمد على طريقة تعاطي الإنسان وتوظيفه للمال واستخدامه للمال. بعض الإجابات يعني الجميلة اللي عم بقرأها، وجود القناعة، لا شك أنه القناعة كنز لا يفنى، وهي عنصر مهم جدا من عناصر يعني من مقومات السعادة. السعادة نسبية مختلفة من شخص لآخر، كلام جد جميل جدا. يعني ما يجعل أيمن سعيد قد لا يجعل الدكتور مصعب أو الدكتور إبراهيم سعيد. أكيد البشر مختلفون، واستجاباتهم للعوامل المادية والعوامل النفسية لا شك إنها بشكل مختلف جدا. فبالتالي يعني أسباب السعادة مختلفة، لكن يعني ربما نجمل في 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 هذا الجزء يعني بعض أهم العوامل أو مقومات السعادة كما يراها علماء النفس. يجمع علماء النفس والحكماء إلى وجود ثلاث مقومات أساسية. خلينا نركز وننتبه لهذه المقومات أو هذه الأسباب التي تجعل حياة الإنسان سعيدة. وجود السعادة والمتعة رقم واحد. اثنين، وجود الهدف والغاية. فوجود هدف وغاية في حياة الإنسان راح نشوف بعد شوي بعض الأمثلة عليها سبب من أسباب الرفاه الذي يسعى إليه كل إنسان. لكن أحيانا وجود الهدف لوحده لا يصنع الرفاه أو الحياة السعيدة. استمتاع الإنسان بالأشياء الموجودة عنده لا يخلق السعادة. الشيء الثالث، الحكمة والفضيلة. إذن مقومات الحياة السعيدة أو الرفاه وجود السعادة والاستمتاع بالأشياء، وجود الغاية والهدف الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه، ووجود الحكمة والفضيلة. طبعاً بدأت العديد من دول العالم، والحمد لله يعني دولة الإمارات هي من الدول الرائدة التي سبقت دول مثل المملكة المتحدة والنرويج وبوتان في الترويج للسعادة كأحد الأهداف السياسة العامة للدولة. خلينا الآن نشوف هل وجود الغاية أو الهدف لوحده يحقق سعادة للإنسان؟ يعتقد بعض الناس أنه حياة الإنسان بدون غاية أو بدون هدف لن تكون حياة سعيدة. على يعني على على كما يقول المثل، يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وجود أمل ووجود غاية وهدف يسعى إليه الإنسان لا شك أنه
يصنع سعادة لأنه يشكل عامل تحفيز ذاتي داخلي، لكن يعني قد يكون مصدر سعادة وقد لا يكون عند بعض الناس، وجوده بمفرده قد لا يكون هو سبب من أسباب الرفاه أو السعادة. خلينا نشوف الموقفين التاليين. الموقف الأول مع إيلون ماسك أو إيلون موسك، وهو يعني رائد ورجل أعمال عالمي مشهور جدا، لا شك أنه يعني الكل بيعرفه، مؤسسة شركة تسلا وصاحب منظومة سبيس إكس للإنترنت عبر الأقمار الصناعية. كان في 2017 حضر إيلون ماسك في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي في 2017. فأثناء حديثه كان في مقابلة مشهورة ما بين إيلون ماسك وما بين معالي الأستاذ محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. سئل إيلون ماسك سؤال، كان السؤال كالتالي: ما النصيحة التي تقدمها للأشخاص الذين يرغبوا أن يصبحوا مثلك يا إيلون ماسك؟ ما هي النصيحة التي تقدمها لهم؟ فكانت إجابته بصراحة يعني مذهلة للجميع. كانت إجابته أنه: أعتقد أنه من الأفضل ألا يرغب أحد في أن يكون مثلي، فالحياة التي أعيشها ليست ممتعة كما يعتقد الآخرون، أنا نفسي لست واثقا أني أريد أن أكون إيلون ماسك. طبعا هو لم يذكر السبب الذي لا يجعله سعيد. ربما نحن نعتقد أنه هو شخص ناجح، هو عنده أهداف بحققها في حياته، لكن ربما هناك أسباب لم يذكرها تجعل حياته غير سعيدة. فلا يكفي وجود المال بالنسبة له، ولا يكفي وجود الغاية والهدف. إذن عامل واحد لا يحقق، وجود الغاية لوحدها لا يحقق السعادة ولا يحقق الرفاه. هناك قصة مشهورة في التاريخ، هذه القصة تتكلم عن امرؤ القيس وغلام كان يعمل عنده واسمه مرجان. مرجان منذ صغره كان لديه حلم أن يسافر إلى البلاد التي يعني يسمع عنها الأساطير وبلاد الأحلام، وهي الهند. فبقي يحلم بهذا الحلم سنوات طويلة. في يوم من الأيام أراد امرؤ القيس أن يسافر إلى الهند، فقدم إلى مرجان وطلب من مرجان أن يحضر نفسه لكي يسافر معه غدا إلى الهند. طبعا كانت ردة فعل مرجان سعادة غامرة جدا، لأنه سيذهب إلى بلاد الأحلام. في اليوم التالي موعد السفر أتى امرؤ القيس إلى مرجان وطلب منه أن يعني أن يسير ينطلق في رحلتهم. ففاجأ مرجان امرؤ القيس بأنه لن يذهب في هذه الرحلة. يا ترى لماذا لا يريد أن يذهب إلى هذه الرحلة؟ لو سألتكم هذا السؤال، ما السبب باعتقادكم؟ ربما لم يكن هو الرغبة حقيقية في داخله أن يذهب فيها. هي رغبة حقيقية، وبدليل أنه يعني سنوات طويلة وهو يحلم بهذا الحلم. عندي إجابة أستاذ أمين. أيمن فضل. أيمن فضل. هو كان هدفه أو كان فكره أنه هو عندما يلبى لي هذه الرغبة ستسعده، فلبيت له هذه الرغبة فأسعدته. هو كده نفذ، هو مش محتاج ان هو يزور المكان بقدر ما هو كانت امنيه انها تتحقق، فتحققت الامنيه واصبحت واقع، فتوقف هنا، توقفت هنا السعاده عنده. فهمت عليك. نعم يعني هو يعني وجهه نظرك انه يعني خلاص هو الان الغايه التي يريدها قد تحققت، حقق وكانه سافر خلاص. نعم. الأستاذ مسعد الدسوقي يقول: لو ذهب وحقق حلمه ماذا لديه بعد ذلك؟ أحسنت أستاذ مسعد. كانت إجابة مرجان عندما سأله امرؤ القيس: لماذا لا تريد أن تذهب؟ فقال: أنا عشت على هذا الحلم سنوات طويلة، الآن إذا ذهبت إلى الهند فماذا يبقى لي أن أحلم؟ لن يبقى هناك حلم لأحلم فيه، فلا أريد أن أذهب، سأبقى
أعيش على ذكر هذا الحلم، ولم يذهب على يعني كما تقول القصة. إذن الحياة التي ترتكز على الغاية، وجود غاية أو وجود هدف، ربما لا تكون حياة جيدة إذا لم تكن تشعر معها بالسعادة. وبهذا المنطق سنكون مخطئين إذا اعتقدنا أو قلنا إنه الحياة الهانئة والجيدة هي التي تقوم على السعادة فحسب، أو إذا فيها غاية فقط أو فيها فضيلة. المقصود طبعا بالفضيلة اللي هي يعني عمل الخير، فوجود عمل الخير لوحده لا يحقق الحياة السعيدة، وجود غاية بمفردها لن يحقق للإنسان الحياة السعيدة، وجود المال بمفرده وقدرته على التمتع بهذا المال وصرفه وتلبية كل ما يعني يشتهيه الإنسان لا يحقق له هذه السعادة أو هذه الرفاهية التي يسعى إليها الإنسان. فالحياة الجيدة تحتاج إلى وجود الثلاثة عناصر: وجود المال أو استمتاع الإنسان بما لديه، 2 وجود الغاية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها، ووجود الفضيلة وعمل الخير عند الإنسان. إذا توفرت هذه العناصر الثلاثة ستتحقق الحياة السعيدة أو الرفاه الذي يسعى إليه كل إنسان. هناك بعض الاستراتيجيات المؤكدة التي تعزز شعور الإنسان بالسعادة، ومنها التأمل، ويعني قدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني بدأ حياته بالدعوة متأملاً متفكراً في غار حراء، يتأمل ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق الله لهذا الكون. فهذا كان يعني أحد مثيرات الشعور بالسعادة والرضا. توظيف واستغلال مواطن القوة والتعرف عليها، العلاج السلوكي المعرفي لبعض الصعوبات أو بعض المشاكل النفسية التي يواجهها الإنسان، ممارسة التمارين الرياضية. لو توقفنا عند ممارسة التمارين الرياضية، يعني قد يكون من أكثر العوامل التي تحقق للإنسان الراحة النفسية والصحة النفسية هي ممارسة التمارين الرياضية. ممارسة التمارين الرياضية تحسن المزاج، تحسن الصحة الجسدية والصحة النفسية. السبب في ذلك أن ممارسة الأنشطة الرياضية بمعدل 20 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، وهي يعني كافية تعتبر، يعمل على رفع مستوى هرمونات الدماغ، وتحديداً هرمون الأدرينالين والسيروتونين اللي كنا نتكلم عنهم. ممارسة الأنشطة الرياضية تزيد من التروية الدموية إلى الدماغ وتروية الأكسجين إلى الدماغ، بالتالي زيادة نشاط الدماغ، زيادة إفراز كل الهرمونات النواقل العصبية في الدماغ، بالتالي مثل ما ذكرنا قدرة الدماغ أكثر على الانتباه والتركيز والتفكير والإدراك، بالتالي يرتفع معدل ذكاء الإنسان، ذاكرته تتحسن بشكل ملحوظ جدا. وإضافة إلى ذلك عفوا ارتفاع الهرمونين الرئيسيين هذولا سيلعب دور كبير جدا في تعديل الحالة النفسية وبالتالي مزاج الإنسان. العامل الآخر أو الطريقة الأخرى اللي هي المعاملة الحسنة أو عمل الخير ما بين الناس. عمل الخير 5 مرات يوميا، سواء مع عائلتك، سواء مع جيرانك، سواء مع أصدقائك، حتى ابتسامتك في وجه زميلك أو صديقك هو جزء، هو يعني نوع من أعمال الخير، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في شعور الإنسان بالسعادة، فبالتالي ارتفاع هرمونات السعادة. لكن الخمس أفعال هاي لو توزعت على مدار أسبوع سيكون تركيزها أو سيكون تأثيرها أقل من ذلك. إذن الدورة المتكاملة للسعادة وعمل الخير والتحلي بالفضيلة، مثل ما ذكرنا أنه وجود عنصر واحد من هذه العناصر لن يحقق الرفاه أو الحياة السعيدة التي يتمناها الإنسان. لا تتحقق الرفاه ولا تتحقق الحياة السعيدة إلا باكتمال الثلاثة عناصر، وخاصة عمل الخير ووجود
الهدف. الآن خلينا نشوف إحدى نتائج الأبحاث التي أجريت على عدد من المريضات في إحدى المستشفيات الولايات المتحدة. كان في مجموعة من النساء مصابات بمرض التصلب المتعدد، وهو أحد أمراض الجهاز العصبي، عافانا الله وإياكم جميعا منه. إحدى المجموعات المصابات بهذا المرض تطوعنا لدعم ومساعدة بقية المصابات أو المصابين في المستشفى. استمرت هذا السلوك وهذا المساعدة تحت الدراسة لمدة 3 أعوام. بعد 3 سنوات كانت النتائج مذهلة، إنه الحالة النفسية والحالة الصحية وتحديداً الحالة الصحية ودرجة إصابتهم بمرض التصلب المتعدد كانت أفضل ب7 أضعاف لدى المجموعة التي شاركت في التطوع. لماذا؟ التطوع عمل خير، العمل الخير بيأثر على الحالة النفسية، الحالة النفسية ترتد على الحالة الجسدية، فبالتالي الشفاء الإنسان يبدأ من شعوره بأنه إنسان فاعل، بأنه إنسان مصدر خير يمد يد الخير ويد المساعدة للآخرين. أخيراً، يمكن الحفاظ على الصحة العقلية والسعادة الجيدة التي يتمناها كل إنسان منا من خلال الاستمرار في تلبية احتياجاتنا الأساسية. كل إنسان حسب هرم ماسلو له مجموعة مختلفة من الحاجات الأساسية، تبدأ من الشعور بالأمن إلى تلبية الشعور بالذات. شعوره وبحثه وعثوره على الحب الذي يبحث عنه، استمتاعه وشعوره بالمرح. علم أطفالك وبقية أفرادك أن يفعلوا نفس الشيء. أحط نفسك بالإيجابيين، فالإيجابية والسلبية معدية. مثل ما هناك أمراض معدية، أمراض جسدية تسببها الجراثيم والفيروسات والأوليات وغيره، أيضا الحالة النفسية هي مرض أو هو أثر. فإذا كنت تتعامل أو تتعايش مع أناس سلبيين، تأكد تماما أنه بعد فترة سينتقل إليك الحالة النفسية التي يشعر بها. إذا كانوا أناس إيجابيين مليئين بالطاقة الإيجابية والتفاؤل سينعكس عليك، وإذا كان عكس ذلك أيضا سينعكس عليك. فبالتالي ابحث لنفسك عن الإيجابيين ولا تتعامل إلا مع الإيجابيين. ممارسة الأنشطة الرياضية مثل ما ذكرنا بشكل مستمر. والنقطة الأخيرة اللي هي اقضي بعض الوقت مع الأشخاص الذين يسعدونك، وخاصة الوالدين. الدراسات اللي بتحكي عن هذا الموضوع دراسات متقدمة جدا، تظهر أنه كلما قضى الإنسان وقت أطول مع الأشخاص الذين يحبهم ويحبونه، انعكس هذا على حالته النفسية. من أكثر الأمراض بالمقابل التي تصيب الناس الذين ينعزلون عن العائلة وعن الأصدقاء هي أمراض الاكتئاب. أمراض الاكتئاب أمراض صعبة، طبعا هو مرض نفسي لكن يتطور في درجات معينة حتى يؤثر على الدماغ ويسبب في لحظات معينة إصابة الإنسان بالزهايمر، اللي هو تفتت وموت خلايا الدماغ. فلاحظوا كيف يعني العزلة هي بداية شعور الإنسان بعدم السعادة أو بالتعاسة أو بالحزن. نختم مع بعض بهذا الفيديو بتكلم عن تجربة أجريت في جامعة هارفارد وأثر العلاقات الاجتماعية في شعور الإنسان أو شعور الأفراد بالسعادة. قامت جامعة هارفارد بواحدة من أعجب الدراسات العلمية وأندرها وأطولها في التاريخ، حيث أنها لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، حيث تمت متابعة حياة 724 رجلا ابتداء من عمر المراهقة
حوالي 60 شخصا من هؤلاء الرجال لا يزالون على قيد الحياة إلى الآن، معظمهم في التسعينيات من عمرهم. شملت هذه الدراسة مجموعتين من المراهقين، الأولى طلاب من جامعة هارفارد كانوا في السنة الثانية، وأن يكونوا من هذه الجامعة فهذا يعني أنهم من الطبقة الغنية المتعلمة المثقفة الراقية اجتماعيا، فلطالما قيمت هارفارد على أنها أفضل جامعة في العالم. الثانية كانت من مراهقين من أفقر الأحياء في مدينة بوسطن، ومن أكثر العائلات التي تعاني في هذه الأحياء. ظهر في هذه الدراسة أن مستقبل الشباب كان مختلفا جدا ومتفاوتا، بعضهم صعد السلم الاجتماعي من أدنى دركات الفقر إلى أعلى درجات الغنى، وبعضهم الآخر مر بهذا السلم لكن في الاتجاه المعاكس. خلال فترة الدراسة الطويلة كان يتم سؤالهم عن وضعهم المادي وعن حياتهم الشخصية بتفاصيل كثيرة، كما أجريت لهم فحوصات طبية متكررة، وتمت زيارة عوائلهم، والديهم ثم زوجاتهم وأبنائهم، وكانت هذه البيانات تحدث كل سنتين. كان الهدف الرئيسي من الدراسة هو الإجابة على السؤال التالي: ما الذي يجعلنا أكثر سعادة وأفضل صحة وأطول عمرا؟ وكانت نتيجة الدراسة واضحة جدا، وهي: أتمنى أن توقف المقطع الآن وتفكر مليا لوحدك في الإجابة قبل أن تكمل. لم تكن الثروة التي يفني معظم الناس أعمارهم في سبيلها، ولم تكن الشهرة، ولم تكن المكانة الاجتماعية المرموقة، بل كانت شيئا أبسط من ذلك بكثير. خلاصة الدراسة كانت: العلاقات الجيدة تجعلنا أطول عمرا وأفضل صحة وأكثر سعادة. أظهرت الدراسات أن الوحدة قاتلة، وأن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة تدهورت صحتهم سريعا في منتصف العمر، وتراجع أداء أدمغتهم بسرعة، وكانوا أقل سعادة وعاشوا حياة أقصر. أما الأشخاص الذين عاشوا طويلا بسعادة وصحة جيدة فهم الذين كانت علاقاتهم جيدة مع والديهم وأرحامهم وزوجاتهم وأبنائهم وأصدقائهم. عندما سمعت الدراسة تذكرت مباشرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لطالما تعجبت منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ليس المهم طبعا هو عدد العلاقات، بل أن تكون هذه العلاقات جيدة. اجعل حسن علاقاتك أولوية كبرى لديك. يعني كنا نتمنى أن يكون الوقت معكم أطول، لكن يعني نعتذر أولا لأننا تجاوزنا الوقت المسموح لنا تقريبا ب13 دقيقة، لكن أتمنى يعني أن نكون قد وفقنا فيما أسند إلينا. أؤكد على نقطة مهمة وردت في الفيديو الأخير، أنه من أحد أهم مفاتيح السعادة هي العلاقات الاجتماعية التي يمتلكها كل إنسان. ليس المهم عدد العلاقات، عدد الأشخاص، عدد الأصدقاء، لكن المهم نوعية هذه العلاقة. أهم علاقة، أطهر علاقة، هي العلاقة ما بين الإنسان ووالديه والإنسان ورحمه، وقد تكون هذه يعني من أهم مفاتيح السعادة التي نسأل الله أن يعني يرزقنا وإياكم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور، يعطيك العافية. شكرا دكتور، يعطيك الصحة والعافية. بارك الله فيك والله يجزيك الخير. ما شاء الله عليك دكتور، ما شاء الله عليك. يعطيكم العافية، شكرا بحضوركم، يعني تزدادوا جمالا مثل هذه الجلسات. شكرا لكم، شكرا لمعهد تدريب المعلمين. بارك الله فيك دكتور، متميز دائما ومتألق يا رب، بارك الله فيك. للأستاذة خولة الحوسني قائدتنا في هذه المبادرة، شكرا جزيلا لكم. شكرا.
شكرا لك. نحب كمان نذكر الزملاء المشاركين معنا بكره ان شاء الله بيكون عندنا فعاليات اعتبارا من الساعه 2 ان شاء الله، من 2 للساعه 12 بتشرفونا ان شاء الله، والجداول مثل ما انتم شايفين. انا امتى يا ام امين؟ ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ. شكرا يا دكتور. جميع غادر الجلسه باغلاقها حتى لا تبقى مفتوحه. نعم يا ريت لو تكرمتوا بس تطلعوا من القناه لو تكرمتوا. بارك الله فيك. حاضر بارك الله فيك يا دكتور. شاركونا في الكورس.